طبعا التجربه بتاعت النهارده تجربه قويه جدا، اولا سابقه تاريخيه اول مره، تاني العالم ناشئات، كنا ناشئات بقى دلوقتي بقينا شابات، يجوا مصر، دنمارك فرقه قويه جدا، مدرسه قويه جدا زي ما حضرتك قلت، ان هم يجوا هنا عملنا ماتش مباراتين وعملنا تدريب مشترك كان هايل جدا، الاجواء كويسه جدا في المعسكر، هم مبسوطين جدا بالشمس طبعا، بيشكروا جدا في الجو، يعني بيقول لك لا ده بيقول لك درجه الحراره عندي مش بارده قوي، بقول له كام؟ قال لي صفر بس، فيعني طبعا هم هنا الشمس، فطبعا تجربه جميله جدا جدا واحنا استفدنا بيها كتير جدا، هم تاني العالم واحنا سابع العالم وبطل افريقيا، فالفرقه دي ما شاء الله عامله حاجات كتيره جديده، وده الجيل اللي بيحضره الاتحاد مع الاجيال التانيه عشان يبقوا بدايه نواه تجربه حقيقيه في كره اليد للسيدات في مصر ان شاء الله. كل اللي يعنيه ان احنا نجهز لعبتنا، احنا مش عاملين المباراه دي عشان نكسب او نخسر، احنا لعبناهم في كاس العالم وخسرنا منهم 5 تجوان ببعض السيلي ميستيكس، فرق الخبرات اولا، هم عندهم 7-8 لعيبه بيلعبوا في بطوله اوروبا، فبيلعبوا في الدرجه الاولى في المحترفات، فكون ان هم جايين كاملين بقى مع بعض العناصر الثانيه طبعا بيعملوا روتيشن، فاحنا استفدنا جدا من التجربه دي، عاوزين بناتنا كلهم اللعيبه كلهم السكواد كله ياخد التجربه دي ويجرب ويشوف على قدر المستطاع فاكبر فايده ممكنه، فاحنا مش عاوزين نكسب او نخسر. الحمد لله ربنا وفقنا النهارده، كنا قد المسؤوليه طبعا، هم فرقه تاني العالم كانوا في الفاينل واحنا سابع العالم الحمد لله، فرقه قويه، فرقه مرشحه ان هي تاخد البطوله الجايه، احنا نازلين عشان نستفاد، عملنا معسكر كبير اتمرنا معاهم، عملنا ماتش اولاني ونازلين عشان ناخد خبره ونحتك بيهم، هم طبعا بيحتكوا طول السيزون في فرق اوروبا، بيروحوا بالباص عادي يلعبوا ماتشات، احنا هنا صعب ان احنا نعمل ماتشات دوليه كتير، فاحنا الحمد لله بنستفاد على قد ما نقدر من اي دقيقه في الماتش، والحمد لله ربنا وفقنا النهارده، سكور كان قريب وعملنا اللي علينا وقدينا بشكل كويس والحمد لله استفدنا منهم كتير. احنا بنستعد للمباراه دي بقالنا اسبوعين مثلا، طبعا الناس كلها جايه من الانديه، فاحنا بنحاول نستعد ليها بشكل قوي، عملنا المباراه الاولى مش بشكل جيد قوي، بس المباراه الثانيه حاولنا ان احنا نصلح من اخطائنا واستعدنا بيها بطريقه احسن، وان شاء الله يعني الحمد لله ربنا كرمنا وقدنا بشكل كويس، بدليل ان احنا بنلعب تاني العالم، يعني احنا مش بنلعب اي فرقه، يعني احنا بالنسبه اللي احنا فيه وجايين من الانديه ودوري وكده، فاحنا بنلعب تاني العالم، فبالنسبه لنا مباراه قويه واحتكاك قوي، يعني احنا اول فرقه يطلب منها، يعني فرقه اوروبيه تطلب ان هي تجي لنا لحد عندنا، وده شرف كبير جدا، دي فرقه تاني عالم، فان هي تجي لنا لحد هنا، احنا اول ماتش عملناه معاهم ما كانش احسن حاجه، بس الحمد لله وقفنا على رجلينا تاني وعملنا ماتش كويس جدا، طبعا الاستفاده منهم والتدريب التمارين اللي اتمرنا معاهم كويسه جدا، بنستفاد من خبراتهم، هم طبعا عندهم خبره اعلى مننا، لعبوا بطولات دوري اوروبي اكتر، حاجات اكتر مننا بكتير، فاحنا طبعا بنستفاد منهم كتير جدا، وهم برده بيستفادوا مننا، هم اللي طالبين مننا ان هم يلعبوا ماتشين، هم يتمرنوا معانا، كل الكلام ده.